في فترة بسيطة بدأ الأستاذ عبد الله قنون يرسل بعض الرسائل في تلك الدروس، بعض الرسائل الوطنية، بعض الرسائل التحررية. لو ولادنا وهذه الأجيال القادمة تعلمت أولا هذه العصامية في التكوين، ثانيا التشبث بالوطن والدفاع عنه، ثالثا التشبث بالقيم والمبادئ والدفاع عنها، غادي نربيو جيل نتبه به مع العالم. ابتداء من 1930 حتى 1936، هذه الفترة فيها واحد المحطات بارزة في حياة عبد الله قنون. هنا مع بداية 1930، يعني 1929-1939، كانت تجربة الأستاذ عبد الله قنون الأولى مع التدريس. بدأ يلقي دروسا، أحس بأنه قد وصل إلى مرحلة النبوغ ومرحلة إلى مرحلة العطاء، فجلس للتدريس. أولى دروسه كانت في الزاوية التيجانية في طنجة. هذه لها دلالة، أولا أن الأستاذ عبد الله، أن والد الشيخ عبد الله قنون والشيخ عبد الصمد قنون كان من مريدي الزاوية التيجانية ومن مقدمي الزاوية التيجانية، وثانيا أنه كان يسير أو يشير إلى الالتزام بثوابت الأمة المتعلقة بالتصوف السني وبالمذهب المالكي وبالعقيدة الأشعرية. أولى هذه الدروس كان الأستاذ عبد الله قنون يحضرها جامع من الطلبة، ومنها أيضا حتى المثقفين أو بعض المعرفين، لدرجة كما يحكي هو قال أنا كنت أستحي أن أجلس بين هؤلاء لأنهم من أصحاب اللحى الطويلة وأنا شاب في مقتبل العمر. لكن في فترة بسيطة بدأ الأستاذ عبد الله قنون يرسل بعض الرسائل في تلك الدروس، بعض الرسائل الوطنية، بعض الرسائل التحررية، فأحس المستعمر بهذا وجاءته رسالة بأن يتوقف عن إلقاء تلك الدروس. منع منه. مرحلة أخرى بعدها مباشرة ابتداء من منتصف الثلاثينيات، يعني 1935، الاستعداد لإنشاء مدرسة إسلامية حرة. هذه أيضا كانت خطوة، لأن قام بها مجموعة من الوطنيين في المغرب لأولا لتدريس العلوم أو بمثابة إصلاح تعليمي للخروج من تلك الرتابة التي كان يعرفها التدريس المبني على حفظ المتون وحفظ بعض الأمور، وأن الخريجين من التعليم الإسلامي لا يصلحون إلا للمساجد، وإلا هناك تعليم عربي إسلامي لكن بشكل وبصيغة متطورة يكون خريج هذه المدارس صالحين للعمل في الإدارات والعمل في 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 حتى لا يظل ذلك حكر على المستعمل. فبدأ التفكير، وفي 1936 أسس المدرسة الإسلامية الحرة، فكانت أيضا هي واجهة جديدة في الحركة. بعدها مباشرة يأتي العمل العلمي الجاد للأستاذ عبد الله قنون، وهو النبوغ، تأليفه للنبوغ المغربي. لأول إشارة يمكن أن نأخذها من كتاب النبوغ المغربي هو العنوان في حد ذاته، أن الأستاذ عبد الله قنون يقول النبوغ المغربي في الأدب العربي، لم يقول كتابات المغاربة في الأدب أو شيء، لا يتحدث أن المغاربة هم موجودون في هذه الكتلة العربية ولهم إبداع عربي، هو يتحدث فقط عن نبوغهم وعن تميزهم في هذا. إذن النبوغ المغربي
الأستاذ عبد الله جنون في هذه المدينة كما قلت هي مدينة دولية، مدينة كانت فيها نوع من يعني التواصل إذا صح التعبير، أن وصول بعض المجلات من المشرق، وصول بعض الدراسات، وهذه المجلات وهذه الكتب التي وصلت من المشرق كانت هي الأساس الداعي إلى تأليف هذا النبوغ. كما يقول الأستاذ عبد الله جنون في مقدمته أنه حين قرأ تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن زياد، وحين قرأ تاريخ الأدب العربي الذي كتب فيه المشرق، لم يجد إشارة ولو بسيطة إلى المغرب، كأن العرب وكأن الإبداع يقف في مصر، وأما لجهة المغرب فليس هناك أي حضور. قال هو حز في نفسي هذا. ربما انطلاقا من هذه النفس القومية العربية التي عاشها مع شكيب أرسلان ومع غيره، يعني حز في نفسه هذا وبدأت أبحث. ولنتصور في زماننا هذا أن المتصفح لكتاب النبوغ المغربي كيطلع على شنو فيه من نصوص، شنو فيه من تراجم ديال الأعلام، شنو فيه من أخبار، شنو فيه من معارف، اللي كيطلع على هادشي يتساءل كيفاش ممكن هذا الرجل بالإمكانيات المتواجدة آنذاك باش يجمع داكشي. التاريخ العربي أو الإبداع العربي أو الأدب العربي كان ينحصر في مصر، وينحصر في كأن هناك خط مسدود على المغرب وعلى هذه المنطقة. لما ألف هذا الكتاب أصبح الحديث عن نبوغ وعن إبداع في جهة أخرى، معنى تاريخ الأدب العربي تغير، تاريخ الأدب العربي نظر إليه بصيغة أخرى. مجرد صدور الكتاب أصدر المستعمر بلاغا ونشر بجريدة السعادة في سنة ربما في أبريل 1936 يمنع تداول النبوغ المغربي في الأدب. علاش؟ لأنه كما في رأيهم يدعو إلى القومية العربية، يدعو إلى وحدة المغرب مع المشرق، يدعو إلى هذه الأمور، والمستعمر كان يريد أن يفرق بناء على ما فعله في الظهير البربري وما فعله، يريد أن يفرق ويقول إن هناك برابرة وهناك عرب وتفريق، وهذا التفريق الذي كان يؤسس له ربما جاء النبوغ المغربي وضربه، لأن العرب مغاربة لهم أصول. وحين تكلم حتى في النبوغ المغربي تكلم عن نوع من التعايش والتآلف الذي كان موجود بين العرب والبرابرة، من خلال ما تحدث به عن خطوة طارق، من خلال حين تحدث عن العصر الموحدي تحدث أن بعض المساجد وبعض الخطباء كانوا كيلقيوا الخطبة ديالهم بالعربية ويعودوها بالأمازيغية، وهذا نوع من التآلف ومن التآخي ما بين، لم يكن هناك مشكل. وفي هذه الفترة في الثلاثينيات ربما في 1938 فترة مبكرة أنشئت خلية للحركة الوطنية في طنجة كان يترأسها استاذ عبد الله جنون، كان فيها مجموعة من الوطنيين الغيورين في مدينة طنجة، ولعبوا دور مهم أولا في تبادل التواصل ما بين الشمال والجنوب، وثانيا حتى في نقل بعض الأسلحة اللي كانت كتدخل من الشمال وباش يوصلوها للوطنيين في وسط المغرب وفي أماكن أخرى. حقيقة جميل أن نستحضر هذا التاريخ في هذا الوقت هذا بالضبط، لأننا في أمس الحاجة إليه،
وانا دائما كنبه لا بالنسبه للطلبه ولا بالنسبه ان استحضار الذكريات ماشي فقط هو التكرار او لتمجيد ذاك الاشخاص، ولكن لناخذ العبار، لناخذ الدروس، ندور على هاد الناس هادو، هاد الفتره هادي او لهاد الجيل هذا، استاذ عبد الله كنون، استاذ علا الفاسي، مختار السوسي، يعني وغيرهم، محمد بن الحسن الوزاني، لما كنهضروا للحياه ديالهم وكنقسموا داك الاعمال ديالهم على الايام وعلى الليالي، كنوجدوا هاد الناس هادو تقريبا ما كانوش كيناسوا، كيفاش كانوا كيناسوا، كيفاش كيبدعوا وكيشتغلوا في الحركه الوطنيه وكيدرسوا وكيكتبوا وكيفيدوا، يعني اشياء كبيره وكبيره جدا. أستاذ عبد الله قنون يعني جاء في فترتين، وفي فترتين يعني حرجة من تاريخ المغرب، دخول الاستعمار، واحد الحظر السياسي، مع ذلك استطاع يكون نفسه، استطاع يقرأ، قراءة الوقت آنذاك، يعني فيما يتعلق بالتكوين العلمي الشرعي، حفظ القرآن الكريم، العلوم الشرعية، العلوم اللغة العربية، والانفتاح على العلوم الأخرى وعلى المناهج الحديثة. هذه الشخصيات وهذه الأهرام العالية في 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 تاريخنا، يعني كناخذوا منها الدروس، لعل الأبناء ديالنا والأجيال القديمة يتعلموا أولا التشبث بالعلم، الوطنية الصادقة، الدفاع عن الوطن والتضحية به من أجل كيف ما كان، المواقف الثابتة فيما يتعلق بالدين وبالمبادئ، راه غادي نربيو جيل نتبه به مع العالم.